القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تعتمد في خططها على 4 محاور رئيسية، هي في الأصل ثلاثة محاور، أضيف محور رابع هذا العام نتيجة الحج الاستثنائي. المحور الأول وهو محور أمني، محور تنظيمي، محور إنساني، والمحور الجديد والأخير اللي يضيف الحج هذا العام وهو المحور الصحي. نعم، أنا ألاحظ سعادة اللواء أنه هناك عدة مسارات وأيضا انتشار لرجال الأمن لتحديد حركة الحجاج في هذا المكان الطاهر المبارك، تعطينا فكرة عن كيفية توزيع هذه المسارات وكيفية توزيع هذا الوفد المبارك من حجاج بيت الله الحرام وفق تحقيق التباعد ما بينهم في هذا المكان؟ الحقيقة مع شركائنا في هذا الجانب في وضع الخطط، وزارة الحج والعمرة وكذلك رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الصحة، أخذت التدابير أو الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذا الجانب. قسم صحن المطاف إلى عدة مسارات، كذلك نفس المداخل الرئيسية هناك مدخلين، راح يكون حجاج بيت الله الحرام يوم غد يوم 8 من ذي الحجة، يوم التروية ويوم القدوم إلى المسجد الحرام، راح يكون فيه مدخلين رئيسين للحجاج بيت الله الحرام. راح يكون بينهم أثناء الدخول تطبيق عملية التباعد بين الحجاج بتوزيعهم في مسارات معينة ومخصصة حتى نزولهم إلى صحن المطاف، ومن ثم كذلك البدء في المسارات أثناء السير في المسارات بداية الأشواط السبعة في صحن المطاف. روعي ذلك بالتنظيم بالتخطيط بالمسارات هذه أنه يكون في تباعد ما بين حاج وآخر وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة، بما يضمن والله الحمد بإذن الله تعالى سلامة حجاج بيت الله الحرام أو من يقوم بخدمتهم أثناء وصولهم للمسجد الحرام. طبعا الدخول للمسجد الحرام للحجاج الحاملين للتصريح فقط. نعم صحيح، لا لا لا، أهيب بالجميع بأنه الحجاج من يوم غدا لن يكون دخول إلا للحجاج المصرح لهم تصريحا رسميا ومعتمدا من الجهات المختصة، ولن يسمح بدخول أي حاج لم يكن مسجل من ضمن الحجاج المعتمدين من قبل وزارة الحج في هذا الحج في هذا الأداء من يوم غد إن شاء الله، بما فيها كذلك يوم العاشر وكذلك يوم 12 وهو يوم طواف الوداع. بإذن الله، احنا لاحظنا حقيقة مجموعة من رجال الأمن من مختلف القطاعات في أكثر من طوق، أيضا للمصلين إجراءاتكم في هذين اليومين تحديدا قبل يوم عرفة. في تنسيق والله الحمد مع رئاسة شؤون الحرمين بأنه المصلين في الأوقات أو أوقات الحج اللي هو يوم أو أيام الحج اللي هو يوم 8 ويوم العاشر وكذلك اليوم 12، بأنه في مواقع مخصصة تكون للمصلين يتم، وكذلك أبواب معينة يتم الدخول عن طريقها، وفي مواقع معينة لا يتجاوزونها إلى بخلاف المواقع التي سوف يرتادها حجاج بيت الله الحرام، مستقلة في مواقع مستقلة خارج صحن المطاف أو خارج أبواب الدخول الخاصة بهم.